ازاي الدولة تحترم ثقافة استقلال الهيئات الإعلامية، مش بس بإلغاء وزارة الإعلام، لأن لو إن إحنا ألغينا وزارة الإعلام ثم بعد ذلك عملنا مجلس تابع للحكومة، هذا لا قيمة لهذا، يبقى زي ما كانوا بيعملوا وزارة الشباب ثم بعد ذلك مجلس أعلى للشباب أو وزارة الرياضة وبعد كده مجلس أعلى للوزارة. يبقى العبرة ليست بالمسميات، العبرة في الحقيقة بضرورة، ودي مسألة صعبة، يعني علشان نقول إن الدولة تترك الإعلام لكي يستقل، هذه ليست بالسهولة اللي متصورينها، على فكرة مش متصورينها. ده هو الواحد أصلا بيربي بنته وبعد كده لما بيجي يجوزها وبيجي لها خطيبها علشان يخطبها بيقعد كل شوية متضايق إن هي هتسيبه وتمشي، فما بالك دي دولة قعدت تربي إعلامها كل هذا الوقت الطويل من الزمن ومتعودة إن هو لسانها وإيدها ودراعها ورجلها وبصرها الذي تبصر بيه، وبعد كده مرة واحدة تقول لها احنا خلاص الاعلام ده مش تابعك والتلفزيون ده دي مسألة صعبة، محتاجة في الحقيقة محتاجة اطار جديد مجتمعي، محتاجة ايمان بهذا الاستقلال.